تخيل انك ممكن تشغل عربيه وانت قاعد فوق في الشقه من غير ريموت كنترول، يجي لك كده تفكير انك انت عايز تشغل عربيه، ومجرد ما تفكر العربيه تروح تشتغل، او حتى تفتح جهاز اللابتوب بتاعك عشان تدخل على مواقع السوشيال ميديا من غير ما تحرك صوابعك على الكيبورد وتكتب كلمه السر فقط عن طريق الدماغ والتفكير في الموضوع. لما تفكر في الهاكرز دايما بتفكر واحد قاعد في البدروم بيكتب حاجات على الكمبيوتر بتاعه عشان يخترق الحسابات بتاعتك او يسرق الفلوس بتاعتك اللي في البنك عبر الانترنت. لكن مش كل عمليات الهاكرز وحشه، احيانا كتير بيكون في عمليات اختراق مهمه جدا عشان نعرف نسير بيها حياتنا. مجال جديد من الابحاث اسمه واجهه الدماغ والكمبيوتر، او الوصله بين الجهاز والعقل البشري BCI، واللي من خلالها تقدر تتحكم في الاطراف الصناعيه من عقلك والتفكير في الحاجه اللي انت عايز تنفذها. جانيس كورمان اتصابت بشلل دماغي من اعلى العنق لغايه اسفل الجسد، لكن بفضل تقنيه البي سي اي قدرت باستخدام ذراع روبوتي خاص بيها انها تاكل شوكولاته وتمسك بعض الحاجات الكبيره الحجم، بعد ما تم زرع قطبين كهربيين حجمهم قد قرص الاسبرين في مخها، وبالتزامن مع فتره تدريب استمرت شهور. وبعد ما اخذت اول قطمه من الشوكولاته قالت: قطمه صغيره لواحده ست هي قطمه عملاقه كبيره لتكنولوجيا البي سي اي. البي سي اي هي اختصار الكلمه الانجليزيه Brain Computer Interface، وهي طريقة للاتصال المباشر بين العقل البشري وجهاز الكمبيوتر من غير ما نحتاج للأعضاء الجسدية أو العضلات أو غيره. بيتكون النظام ده من سنسور بيعمل على التقاط الإشارات الدماغية، وهو عبارة عن مصفوفات ليها أقطاب كهربية متعددة، وديكودر عشان يتم تحويل الإشارات ديت لأوامر، وجهاز خارجي زي الأطراف الصناعية أو الروبوت أو جهاز الكمبيوتر. بيتم فتح قناة تواصل بين الدماغ وجهاز الكمبيوتر عن طريق قراية إشارات الدماغ وترجمتها لأوامر يقدر يفهمها الجهاز، أو العكس، بيقوم جهاز كمبيوتر بإرسال معلومات وبيانات للمخ عن طريق تحفيز أماكن معينة في المخ عن طريق إرسال إشارات كهربية ضعيفة. بيتم ربط الإشارات العصبية دي باستعمال خرائط الرنين المغناطيسي علشان نكتشف المناطق الفعالة في الدماغ ونحط الأقطاب الكهربية في الأماكن الصحيحة. في الأول بنحط الرقائق بتاعت الاستشعار دي واللي بنسميها EEG على رأس الشخص، وبنطلب منه إنه يفكر يعمل حاجة معينة زي تحريك إيده علشان يتم اكتشاف الخلايا العصبية اللي بدأت تتهيج من النشاط ده، وبينتج عن عملية التحفيز ديت تيار أيوني. السنسور بقى بتحول التيار الأيوني لتيار إلكتروني كهربي بترسله للديكودر عشان تتم عملية المعالجة ببرامج معقدة، بعدين بيتم إرساله لجهاز الكمبيوتر أو الروبوت أو الطرف الصناعي عشان يقوم بتنفيذ المهمة المطلوبة. يعني فقط من خلال عمليات التفكير اللي بتجرى في مخك تقدر ترسل أوامر للأجهزة دي والديفايس دي، نقلة نوعية كبيرة وخيالية بتحققها لنا تكنولوجيا البي سي اي، واللي هتخلينا نقدر نتحكم في أجهزتنا فقط من خلال التفكير. حاجة عظيمة، واللي كنا فاكرينه في الماضي خيال علمي بدأ يتحقق، حتى لو بجزء بسيط وبحركة بطيئة زي بطء تفاعلنا على قناتنا انفوسفير. محتاجين بقى نزود التيارات الكهربائية والإشارات لأصحابنا عشان يتفاعلوا مع قناتنا انفوسفير باللايك والشير والكومنتس. أشوفكم الحلقة اللي جاية من انفوسفير غلاف معلوماتي.